السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما اجي اعمل جداول للأعمدة فبقول له فيو وبروح لسكادول، بلاقي عندي جرافيكال كولوم سكادول، بضغط عليه بيجيب لي رسالة some columns in the project are excluded from the graphical column schedule view، وما طلع ليش الجدول. تمام، يعني هو عمل هنا جدول بس ما طلع ليش اي قيمة خالص. ليه بقى؟ ليه يعني في واحد بعت لي رسالة الخطأ دي بتطلع ليه؟ الرسالة الخطأ دي بتطلع عشان ما فيش جريد فهو مش قادر ينسب ليها. فانا لو جيت ارتكشر ورسمت لي كام جريد هيبدأ يقدر يعمل الشغل كله على الجريدات ديت. خلينا نقول له جي ار او من هنا اجيب جريد وبتبدأ ترسم الجريدات بتاعتك. تروح بعد كده لفيو تقول له سكادول انا عايز اعمل جرافيكال كولوم سكادول، او تيجي هنا تفتح تلاقي ان هو فعلا عمل لك الجداول بكل الاعمده زي ما انت شايف. وتقدر طبعا تيجي هنا في الخصائص بتاعتك هنا وتقول له مثلا الجريد ابيرنس، تبدا تشوف الفور كولوم قد ايه والفور ليفل قد ايه والفيرتيكال هاي، التكست شكل التكست هيبقى عامل ازاي، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز.